كمان بقى جميل يا عامر في الموضوع ان احنا عندنا لعيبه منتخبنا ومنتخب مصر للمصارعه سمر حمزه اللي كانت ضيفتنا هنا من اسبوعين يا جماعه. الحمد لله قدرت ان هي تفوز بذهبيه في بطوله افريقيا اللي مقامه في تونس، والحمد لله زي ما احنا كنا اتفقنا مع عامر وقلنا لها ان احنا هيكون وشنا حلو عليكي. احنا مش هنقول ان احنا وشنا حلو عليكي ولا حاجه، لان طبعا باين قوي ان احنا وشنا حلو عليكي. مبروك يا سمر طبعا، وان شاء الله بقى المزيد من البطولات والميداليات. دي لحظه التتويج في تونس طبعا، صراحه هي بطله تستحق، افريقيا للمصارعه بطله تستحق ومجتهده وبتشتغل على نفسها كتير جدا، فالف مبروك يا سمر.